وصلت وزارة الداخليه حملاتها لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزاره خلال 24 ساعه من ضبط 418 قضيه تموينيه بمضبوطات بلغت اكثر من 122 طن مواد غذائيه وغير غذائيه وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط اكثر من 26 طنا كما تم ضبط قرابه 96 طنا في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وغير الغذائيه. اما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضيه من بينها 61 قضيه خبز ناقص الوزن و87 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات.